نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب بالكابتن احمد عبد الفتاح والكابتن حماده انور. كابتن احمد ازيك؟ مساء الخير يا كابتن، ومساء الخير يا كابتن حماده، وان شاء الله تكون حلقه حلوه كده النهارده باذن الله. ان شاء الله. اخبارك ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن حماده مساء الخير يا كيمو، مساء الخير يا كابتن احمد. ايه الاخبار؟ تمام كله تمام. دوري اخبار شايفينه ازاي كده؟ سخن بداية طبعا اكيد. شايف ايه؟ من اول اسبوع طبعا كله انت عارف كل سنه الدوري بيبقى اصعب من الموسم اللي قبليه. الانديه اللي هي عايزه تحافظ على اللي هي المراكز الاولى، اللي كانت الاهلي الزمالك فيوتشر بيراميدز، الصراع قوي جدا على اربع فرق اللي في الاول، والصراع قوي جدا على الفرق اللي هتهبط. في تدعيمات كبيره جدا، في طموحات كبيره جدا للانديه الكبيره، طموحات للانديه الشعبيه. ان شاء الله نتفرج على موسم حلو ان شاء الله. كابتن حماده قبل ما نبدا في الماتشات، يعني ماتشات النهارده، تحب تقول ايه كفكره عامه كده عن بدايه الدوري؟ بادئ قوي. يعني بادئ قوي، ده احنا توقعنا كده كريم، حتى اتكلمنا على الفرق اللي صاعده السنه دي عندهم الامكانيات. أي. يعني اتكلمنا على زد، اتكلمنا على البلديه، وقلنا كل الفرق اللي صاعده عامله نتائج ايجابيه. لسه بقول لك، ويمكن اتكلمنا ان البلديه ممكن تبقى من اقل الفرق اللي صرفت، لكن انا قلت لك معاها مدير فني بتنبأ له مستقبل كويس جدا، احمد عبد الرؤوف، والنهارده ظهر بشكل قوي جدا بكوره، بيلعبوا كوره مش هايبين المقاولين. فمن الفرق اللي طلع هتصعب الموضوع على الفرق اللي موجوده. زد عمل مباراه قويه جدا، خصوصا في الشوط الاولاني عمل مباراه كويسه جدا، وقدر ان هو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الاولاني 1-0. طبعا الاسماعيلي ضربه جزاء ضايعه، لكن زد كان ممكن الشوط الاولاني يجيب جولين وثلاثه كمان. فعمل مباراه كويسه قوي. النهارده الجونه بتعادل مع سموحه في اسكندريه مع الكابتن علي عبد العال. فالثلاث فرق اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم صاعدين عاملين نتائج لحد ما ايجابيه طبعا. بالزبط. انا شايف كده. طيب خلينا نبدا بماتش المقاولين والبلدين، كان ماتش حلو في الكوره وكان مفاجاه بالنسبه لنا كلنا، ان احنا يعني تسال اي حد قبل الماتش يقول لك لا المقاولين طبعا اكيد، لكن البلديه النهارده اظهر شخصيه قويه. كابتن احمد اتفرجت على ماتش البلديه والمقاولين؟ هبدا معاك بالماتش. ما كانش بالنسبه لي مفاجاه، لان انا عارف ان فرقه البلديه من الفرق اللي عامله كمان، والجهاز دوت عامل نتائج كويسه في الصعود يا كريم. وبيأدوا كره كويسه من الفرق اللي بتلعب كره قدم حديثه، بتبتدي من حراسه المرمى، الكره بتبتدي من تحت، بيقدروا يطلعوا بيها مهما ما بيتضغط عليهم، بيأدوا بشكل كويس جدا، بيقدروا تحت الضغط بيتعاملوا بالكره، وعبد الرؤوف محفظهم كويس جدا ازاي يتعاملوا، مش هايبين فرقه المقاولين. ودي خلي بالك شخصيه المدير الفني بتنعكس على شخصيه اللعيبه في الملعب. ادوا مباراه هم الاقدر ان هم يكسبوا، لكن المقاولين في اول 3 دقائق واربع دقائق محمد سالم انفراد، صح، كان ممكن يغير شكل المباراه بالكامل. فالجول ده برضه نياس برضه اللي محمد شوقي غريب عملها، عملها له بالعرض جول طبعا، جول فاضي، فاهمني ازاي؟ فالنهارده انت ما بتستغلش الفرص دي. الفرق الكبيره لو في اول الماتش يا كريم بتقدر انها تجيب جول، بخبراتها بتقدر تمشي الماتش زي ما هي عايزه. فان انت لما بيتلقى شباكك هدف بيدي حماس اكتر للفريق اللي قدامك، وبيديله الطمانينه، وبيديله الثقه اكتر ان هو يقدر ان هو يكسبك. وقد كان ان هو الهدف الثاني حسام اشرف احرز هدف وعمل مباراه كويسه جدا كريم، وماجد هاني من اللعيبه اللي انتقلت من الزمالك للبلديه المحله، وظهروا النهارده بشكل كويس جدا وبشخصيه كويسه جدا في الملعب. كابتن احمد عبد الفتاح، النهارده صدمه للمقاولين، خساره 2-0 من البلديه وعلى ملعب نادي المقاولين العرب. اكيد طبعا لما بيجي يتحط اول جدول للدوري بالنسبه للكابتن شوقي غريب، اول مباراه تيجي له البلديه اكيد كان مبسوط جدا. ان الدوري بيجي لك المباراه لما بيجي لك فرقه لسه صاعده، انت بتحس ان ايه جاي المباراه جايه تدريجيا كويس. فلكن الموضوع جه شكل مختلف، فكرني بتجربه انا عشتها مع فرقه الانتاج الحربي سنه 2008 2009. اول سنه كان صعود للدوري الممتاز للانتاج مع كابتن طارق يحيى، وكان اول مباراه لينا مع المصري البورسعيد على ملعبنا في الانتاج الحربي، وادينا مباراه ساعتها برضو معظم الناس كان مين فرقه الانتاج الحربي، مين اللعيبه دي، طموحات اللعيبه اللي في الانتاج الحربي او طموحات اللعيبه في البلديه كانت اقوى من اي فرقه في الدوري الممتاز في الوقت ده. كل واحد عنده طموح ان هو يبدا يعمل اسم جديد، وده اللي موجود في فرقه البلديه دلوقتي. كل واحد فيهم، انت دلوقتي لما بتيجي تشوف تشكيل البلديه اسامي اللعيبه محدش عارفها. يس. اول معظمهم اولهم بيلعبوا اول سنه دوري ممتاز. فكل واحد في من دول الطموح عنده عالي جدا ان هو بقى ليه الفتره الجايه اسمه يتردد في انديه كبيره. طبعا نادي البلديه اسم كبير، بس برضه كل واحد فيهم عنده طموح الفرقه تكبر او يروح المنتخب، وده اللي باين النهارده في طموح اللعيبه والاداء في اللعيبه، اداء اللعيبه في المباراه مع المقاولين.
ومكسب 2-0 اول مباراه دي هتديهم ثقه وهتخليهم شكلهم يبقى كويس جدا في الدوري السنه دي ان شاء الله. طيب انت قلت لي يا كابتن حماده من شويه ان المقاولين والبلديه لعبوا ماتش ودي قريب. يعني من سوء حظ يعني يمكن تصريح عبد الرؤوف انا قريته يا كريم ان اللي ساعده على النتيجه النهارده ان هو لسه ملاعب المقاولين مباراه وديه من 10 ايام بالظبط، يعني قبل القرعه طبعا، يعني انت قبل القرعه ما كانوش لسه هيعرفوا ان هم هيلعبوا بعض فكانوا متفقين على مباراه وديه. عرفوا بقى. بص يا كريم، لما بتكون فرق لسه طالعه دوري ممتاز وبتلاعب فرقه كبيره، الفرق اللي طالعه الدوري الممتاز هي اللي بتاخد الثقه اكتر. أيوة. هي اللي بتبقى الرهبه بتاعت الفرق الدوري الممتاز بتروح منهم. فلما كل لسه ملعبه من 10 ايام فشفت النهارده الفرقه دي بتلعب ازاي، بتشتغل ازاي، مواطن القوه والضعف، المدير الفني بتاعهم بيشتغل ازاي، فاقدر لما اجي العبهم بعد 10 ايام انا لسه ملعبهم. فالهيبه او الخوف من الدوري الممتاز واللعيبه بعد كده الفرق اللي بتبقى لسه صاعده اول مباراه ليهم بيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يثبتوا ان هم فرقه كويسه، عايزين النهارده يبقى يدوا جرس انذار للفرق ان انا مش جاي عشان اهبط، لا انا جاي عشان اعمل نتائج كويسه. فساعده ان هو لعب المباراه الوديه، وكان تصريح جريء جدا من عبد الرؤوف، وكان تصريح قوي، وفعلا النهارده هو كان مردوده باين في الملعب بشكل كويس. طيب ننتقل للمباراه الثانيه، مباراه سموحه والجونه في استاد اسكندريه. كابتن احمد، المباراه كانت سهله جدا لسموحه ان تحسم المباراه وتاخد 3 بونت سهله في الاول، في الشوط الاول. وسيطرت على المباراه واحرز هدف في بدايه المباراه، ادتك الثقه وجات لهم كذا فرصه بالظبط كده، لكن التوفيق هنا وضربه جزاء اللي تتعاد مرتين كانت ممكن الماتش لو راح 2-0 خلاص الماتش يخلص. لكن سبحان الله، هي الكوره كده، والتوفيق راح للجونه اللي هتحسب لها برضه ضربه جزاء. هي الكوره طول عمرنا عارفين كده في الكوره. أيوة. وضربه الجزاء تحسب لك في وقت تهور من اللاعب، تهور غريب جدا في المكان ده، عادي جدا لو سبته يعدي مش هيحصل اي حاجه خالص، لكن ضربه الجزاء تحسب في الوقت ده ترجع الجونه. بونت محتاجه كابتن عبد العال فرقه الجونه، فرقه برضه لسه صاعده محتاجه ثقه انه ياخد بونت في اول ماتش في الدوري الممتاز ومع فرقه زي سموحه. وقريت تصريح للمهندس فرج عامر، بدا اهو يعني حاسس ان هو بدا يزوم على الفرقه، ان هو ان الفرقه قالت، بيقول ان الفرقه لعبت 30 دقيقه بس وضيعنا فرص كتيره، والجونه كان الافضل بعد كده في الشوط الثاني. فده انذار قوي جدا للاعبين. انت عارف المهندس فرج في حاجات معينه هو بيبقى مستعجل شويه في بعض التغييرات، اكيد بالظبط كده. فلكن فرقه سموحه مع جهاز فني محترم، مع لعيبه وسكواد على اعلى مستوى، اتمنى ان شاء الله الفترات اللي جايه يقدم مباريات اعلى احسن من كده شويه. وكمان يا كابتن حماده، الجونه برضو كابتن عبد العال جايب عناصر كتيره، فبرضو انا الفرق اللي هي بتبقى لسه صاعده زي الداخليه والجونه، لا مش الداخليه زي زد، الداخليه برضو الداخليه غير الداخليه غير كتير كتير جدا. فالفرقه دي انا بيعجبني المدرب بتاعها ليه؟ ان هو بيعمل تجانس سريع. صح. ولما بيكسب ماتش النهارده في الدوري الممتاز فبرضو اكيد شغله اشتغل بشكل كويس خلال فترة الإعداد. أكيد يا كريم، هو أكيد كمان ابتدى فترة إعداده بدري. وأكيد عمل مباريات ودية. لا والله يا كابتن علي عبد العال بدأ متأخر. بيقول بدأ متأخر. أنا بتكلم يعني اللي فرق مع زد إن من أول الفرق اللي عملت فترة إعداد. والبلدية. والبلدية بس. البلدية يمكن عبد الرؤوف احتفظ ب 90% من القوام بتاعه يعني. وإمبي. وإمبي وبرضه كانت غير متوقعة، الناس كلها توقعت إمبي. وامبي على فكره عمل ماتش كويس وضغط على نادي الداخليه خصوصا في الشوط الثاني، لكن تالق الزنفولي النهارده حارس المرمى، وبرده تالق الكابتن ميمي عبد الرازق اللي قدر يجمع لعيبه بسرعه ويقدر يعمل فرقه، رغم ان الكابتن ميمي برده مسك من قال لي من شهر واسبوع مسك بالزبط. نادي الداخليه بالزبط. شايفين الماتش ده ازاي يا كابتن حماده؟ انا شايف ان الامبي عمل مباراه كويسه جدا يعني. امبي مضيع فرص غريبه يعني، في بعض الفرص انا لغايه دلوقتي مش عارف ضاعت ازاي يعني. كل حاجه اتعملت في الكوره النهارده، وصلوا لمرمى الداخليه بفرص كتير جدا، بيلعبوا كوره كويسه جدا، لكن فرقه الداخليه كريم استغلت الكوره اللي جات لعبد العزيز اللي خدها زي ما احنا شفنا كده. فيرست تايم حطها بشكل كويس جدا يعني، حطها بشكل كويس جدا في زاويه صعبه. لكن بقيه المباراه هو كابتن، خلي بقى كابتن ميمي عامل تكتيك دفاع كويس قوي يعني. لما نيجي نبص هتلاقي ان انت عشان توصل فرقه انبي انها وصلت بعدد الكرات دي في ظل ان هو عامل حوالي 3 خطوط دفاعيه يا كريم ورا بعض، عامل ستاره واثنين وثلاثه قبل ما توصل للزنفولي.
ان كان في شويه مشاكل في امبي كده اليومين اللي فاتوا. صح انا سامع، انا كنت كابتن حمد كان زعلان والانتقالات اللعيبه. حمد كان لسه بيقول لي القصه دي قبل المباراه فعلا، وبعدين الامور اتلمت. بس طبعا اكيد في اللي في النفس من النفس ممكن شويه تشتت طبعا. اكيد اكيد. يمكن تامر قبلها قبل الدوري ما يبتدي بيومين قال لك ان انا خلاص ان انا اعتذرت وبتاع، فالكلام ده كله بيشتت اللعيبه، ان انت بتبقى داخل بطوله خلاص ومركز والكلام ده كله بيحصل تشتيت. وانا مش بقول ان ده السبب في ضياع الفرص، لكن بيبقى احد اسباب ان انت ممكن جزء من التركيز بتاعك بيروح في الكلام الكتير اللي قبل الدوري ده. اكيد طبعا. احلى هدف النهارده مين في الماتشات اللي اتلعبت؟ عبد العزيز السيد، تسديده عبد العزيز السيد. كابتن احمد، انا مع كابتن احمد عبد، برضه هدف حسام اشرف كان حلو. بس عبد العزيز فيرست تايم من الاجوان اللي احنا بنحبها، والهدف الثاني بتاع البلدية بقت قليله. لا بتاع حسام اشرف تحرك 10 10 بقت قليله. الاهداف الفيرست تايم دي يا كريم دلوقتي، والجراه والشخصيه ان انت تشوت كوره زي كده، وخصوصا ان هو باك ليفت وفي حته برضه صعبه وتروح في المكان دوت. لا، من الاهداف الجميله احلى صد. هو النهارده حراس المرمى اثروا على نتائج المباراه بالايجاب لفرقتهم، زي مسعود مع فرقه الجونه خدوا ضربه الجزاء، والزنفولي مع الداخليه بالظبط جابوا لفرقتهم. وكمان الحارس بتاع البلديه كويس قوي والله، ولاعيب كوره اسمه محمود ماهر. ما هو ده كابتن دلوقتي لعب عبد الرؤوف يا كريم، ان هو عايز الجول يبقى لعيب كوره عشان الهجمه بتبتدي من تحت. دلوقتي معظم الحراس المرمى كده كان لازم يلعب برجله كويس. هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم على الزمالك وبيراميدز بكره، والاتحاد السكندري وسيراميكا وفاركو فيوتشر بعد الفاصل، مع كابتن حماد عنور والكابتن احمد عبد الفتاح، ولقاءات بكره قوي. ختام الجوله الاولى بلقاء ناري ما بين البلد البيراميدز والزمالك، برضو الاتحاد والسيراميكا ماتش جامد، وفاركو فيوتشر برضو كي. كلها ماتشات قويه جدا وخارج التوقعات. الماتشات الاولى مش عارفين ايه اللي هيحصل. بعد الفاصل نكمل ان شاء الله. مباراة بيراميدز والزمالك، طبعا النهارده شفنا القايمة اللي اختارها اوسوريو وما فيهاش سيف الجزيري، وعرفنا الاستبعاد فني. الراجل قال لك انا مش محتاج سيف الجزيري في المباراة. طبعا في بعض الغيابات الاخرى في الزمالك زي زيزو عنده ثلاث انذارات من السنة اللي فاتت، فبرضه مش هيلعب بكرة. حاتم سكر برضه ثلاث انذارات ايقاف، فتوح اصابة، ومن اللعيبة طبعا المهمين جدا في الزمالك. كابتن حمادة، يعني شايف الزمالك بكره ازاي امام بيراميدز، والزمالك طالع من خساره افريقيه امام فريق ارتا سولار الجيبوتي 2-0، شايف بالنسبه للزمالك الماتش ازاي بكره مع بيراميدز القوي؟ مباراه صعبه كريم، يعني الزمالك النهارده السكواد بتاعه مش ناقص. يعني انت النهارده لما نيجي نقول استبعاد فني، يعني انا مش مقتنع بحته استبعاد فني دي خالص، لانك انت النهارده هو ده الفرود الاساسي بتاعك، وانت يعني في مباريات كتير جدا ما بتلعبش ناصر منسي، يعني بتغير التغييرات كلها في وقت من الاوقات، ما بتنزلش ناصر منسي، ما بتنزلش ناصر منسي، ما عندكش مهاجم اساسا، فانت ما عندكش مهاجم. فانت النهارده لما تستبعد سيف الجزيري، حتى لو هو فنيا، مع ان انا يعني مستغرب من النقطه دي، انت النهارده في ظل غياب زيزو وفي ظل غياب فتوح، النهارده اتنين لعيبه تقال جدا، لما تيجي تضيف ليهم النهارده الجزيري وتيجي تقول لي استبعاد فني، انت النهارده استبعاد فني اذا كنت انت ما اتمرنتش من ساعه ما رجعت من المباراه لحد النهارده، انت اتمرنت تمرينتين بس. طب انت النهارده المستوى الفني نزل امتى ونزل فين؟ بعدين النهارده انا عندي علامات استفهام كتير جدا على اوسوريو. يعني النهارده في المباراه اللي فاتت يا كريم، في بعض اللعيبه الاخطاء مكرره. يعني لما نيجي نبص على حاتم سكر، الاخطاء مكرره، والاخطاء مكرره معاه هو في طريقه لعبه. يعني سكر مع المنتخب الجماعي، سكر مع المنتخب الاولمبي بيأدي بشكل كويس جدا. النهارده طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها النهارده بتخلي سكر يظهر عنده مشاكل. طب انت الفتره اللي فاتت دي كلها، انا مش هقول بقى النهارده كنا ممكن نقول على اوسوريو لسه جاي، لسه بيحفظ طريقه اللعب، لسه 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 الكلام ده كله. المباراه اللي فاتت يا كريم والزمالك خسران 2-0، غير اربع تغييرات وهو خسران 2-0، منهم ثلاث تغييرات دفاعيه يا كابتن احمد، ثلاث تغييرات دفاعيه، منهم اثنين ديفندرز وواحد والزناري التغيير الثالث، الثلاث لعيبه دول. طب انت الاولى في ظل ان انت عملت فتره اعداد، اول مره اشوف في النادي في العالم بيعمل فتره اعداد 12 يوم. دي اللي انا استغربتها بالكامل. ولما انت كمان ابتديت، انت من ساعه ما البطوله خلصت، البطوله العربيه، لحد ما ابتديت فتره اعداد انت كنت متواجد في مصر ما سافرتش. واول ما ابتديت فتره اعداد اللي هي 12 يوم،
بعدها ب 48 ساعه سافرت تعمل محاضرات. فالنهارده دي برضه خمس ايام يعني دي برضه من الحاجات الكارثيه. ومين اللي وافق له ان هو يسافر في الفتره دي؟ يعني انت النهارده خلاص انت ابتديت شغلك، ما ينفعش لما ابتدي شغل اسافر، انت بقالك شهرين قاعد في مصر ما سافرتش ليه؟ طيب النهارده الاولى وانا ابتديت فتره اعداد قليله وانا بلعب في افريقيا واجواء ودرجه حراره والكلام ده كله، ان انا اقفل الملعب والعب باثنين ديفندرز وانا لسه النتيجه 0-0 وان انا عندي مباراه عوده، ولا لما يدخل فيا جولين ابتدي العب باثنين ديفندرز واغير مساك ثالث واعمل تغييرات بدايه الماتش؟ ما جايز خايف النتيجه تكبر. طب ما انا النهارده ان انا ابتدي الاول بلاعبتي اكيد ان انا اقفل الجيم يا احمد وان انا بلعب في افريقيا وان انا كمان اول مباراه لسه وادخل في الجيم شويه بشويه واشوف الفريق اللي قدامي ولا ان انا اعمل كده؟ طب الحاجه بقى الغريبه جدا يا كريم، النهارده بيبدا بسكر المباراه اللي فاتت ديت، ولو ما كانش يعرف ان سكر موقوف كانت تبقى كارثه. ليه؟ لان انا النهارده الطبيعي ان انا لو حد عبد الشافي اديله عشان اجهزه المباراه بيراميدز عشان سكر موقوف، صح ولا غلط؟ صح. فالنهارده ما مديش عبد الشافي اللي بقاله كتير جدا غايب، بقاله كتير جدا غايب عشان الاصابه، وما ابتديش بيه مباراه زي كده او اديله جزء من المباراه عشان يبتدي يدخل معايا في المباريات ويبتدي ياخد اللياقه البدنيه وفورمه المباريات عشان غايب بقاله فتره، عشان الاقيه في مباراه زي كبيره زي مباراه بيراميدز. طب انا النهارده ما عنديش عبد الله جمعه وما عنديش فتوح وسكر موقوف، هلعب بمين باك ليفت غير عبد الشافي؟ انت فاهمني ازاي؟ الا اذا هو ممكن يخلي حد من المساكين بقى يلعب باك ليفت، ما اعرفش هو ممكن وارد. ممكن يعمل ايه؟ فالنهارده اخطاء يا كريم، اخطاء انا شايف ان الراجل مش متعايش مع الفرقه، مش دماغه مش ماشيه مع الفرقه لغايه دلوقتي، وما عندوش مبررات تاني. ده بالعكس، انت النهارده لو بنقول الزمالك السكواد بتاعه النهارده عشان القيد موقوف والكلام ده، لا انت رجع لك اوباما ورجع لك محمود علاء ورجع لك في اضافات جات لك، وفي بعض اللعيبه انت قلت انا مش عاوزها وطلعت اعارات. أيوة. صح ولا غلط؟ صح. فانت النهارده حتى اللعيبه اللي مشيت من الزمالك الصغيرين اللي احنا بنتكلم عليهم زي حسام اشرف، زي النهارده ماجد هاني، زي اللعيبه دي النهارده حمدي علاء اللعيبه دي اضافات. طب انت النهارده مشيتها ليه؟ الا اذا كان عندك احسن منها او انت شايف ان في لعيبه احسن منها. لكن انا شايف ان لغايه دلوقتي اسوريو انا يعني مش فاهمين يا كريم طريقه لعبه، مش فاهمين طريقه ادارته للمباراه، هو نفسه مش فاهم امكانيات لعيبه الزمالك. حتى ادارته للمباراه كريم فيها علامات استفهام، في علامات استفهام كتير جدا. يا اما ابتدي بتشكيل كويس وغير تغييرات كارثيه، يا اما ابتدي بتشكيل سيء جدا بعيد عن الواقع وابتدي اغير بعد ما انا احاول ادخل للمباراه. ايوه. طيب كابتن احمد عبد الفتاح شايف بيراميدز بكره ازاي؟ اكيد طبعا عندهم غيابات برضه، شيبي واحمد توفيق واسلام عيسى واسامه جلال، بس برضه جابوا بعض الانتدابات على اعلى مستوى، عندهم سكواد لعيبه فيوتشر على اعلى مستوى. اذا كان بس رضا بوبو برضه عنده عمليه اكراهيه مش موجود، لكن هو عنده مجموعه من اللعيبه الخبرات، كمان عبد الله السعيد، رمضان صبحي، مجموعه من اللعيبه اللي هو ما عندوش مشكله ما عندوش مشكله مين يلعب مين يبقى بره. مايلي ده اللي هو اللعيب المهاجم، ففرقه وعاملين نتيجه ايجابيه في اول مباراه في بطوله افريقيا. لكن برضو الزمالك انا شايف نتائجه مع بيراميدز محظوظ عن بيراميدز شويه. الزمالك اخر ثلاث سنين النتائج كنت بتتكلم فيها من شويه، الزمالك كسبان معظم الماتشات. فدي برضو بتدي ثقه شويه للاعيبه نادي الزمالك. لكن بس الامور الفنيه في الزمالك اختلفت، مش مظبطه اكيد. وبيراميدز كمان اول مباراه ليه السنه دي، وانا احساسي السنه دي ان هم تركيزهم عالي شويه، دخولهم بطوله افريقيا برضو مخليهم التركيز عالي، جايبين لعيب اسكواد على اعلى مستوى، فحاسس ان هم قافلين على نفسهم شويه، تركيزهم عالي السنه دي شويه. بيراميدز اول مباراه الزمالك طبعا، بيراميدز هيضغط على الزمالك وهيهاجم الزمالك، طبعا هيستغل في ظل الغيابات دي. عنده الزمالك عنده لعيبه مهمه جدا مش موجوده، زيزو واحمد فتوح، مش من النوعيه دي خلي بالك. بيشتغل بيلعب بتوازن بحرص. بيلعب بتوازن وبيأمن نواحي الدفاعيه بشكل كويس، بس فرصه بالنسبه لبكره في خبرات على الزمالك من النوعيه دي. بس طيب. في خبرات لعيبه بتغير. توقعوا لي كده تشكيل الزمالك بكره، يعني صبحي على اللي هو بدا طبعا، صبحي. محمد صبحي، مسلوسي، عبد مسلوسي وحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد ممكن احط مصطفى الزيني الثالث وعبد الغني. طبعا زي هو المفروض اللي ما هو بيلعب بثلاثه، هو بيلعب بثلاثه واحد تمام. هو بيلعب كده، مين بلاش طلع على الطرف؟ هيلعب بقى الشمال. عبد الشافي، انت فاهمني الشمال ازاي؟ عبد الشافي ناحيه الشمال، وهيلعب بدونجا في وسط الملعب. مين يمين؟ ممكن سيد نيمار ولا عمر جاب؟ بص يا كريم، ممكن بنسبه، ما هو النهارده ممكن بنسبه كبيره يخلي المسلوسي يلعب
مساك وينزل عمر جابر بيقدر ان هو يلعب في نص الملعب ويعمل زياده بشكل كويس. وهيلعب برضه باوباما وهيلعب بشيكابالا وهيلعب بمصطفى شلبي وناصر منسي. هم دول اللي ما يقدرش يعمل غير كده. طب ممكن ما يلعبش ناصر منسي، ممكن يلعب اوباما فرود يعني وهمي اللي هو يجي من تحت يعني، ممكن يلعب كده ممكن يعمل كده اثناء المباراه. خلي بالك يعني عملها كتير، طلع الجزيري طلع المهاجم شلبي. ممكن يكون هو عامل كده عشان يبدا المباراه كده، هيعمل زياده على وسط الملعب من وجهه نظري يعني. بس انا ما اتهيأليش ان هو ممكن هيلعب يعني. هو ما بيغيرش شكل البدايه على طول يعني، هو البدايه ابراهيم النضاي ولا مصطفى شلبي؟ لا ما هو ابراهيم النضاي هيبقى في وسط الملعب، وسط الملعب مصطفى شلبي وشيكابالا وناصر منسي. انا دي من وجهه، حتى لو هو لعب زي ما انت بتقول كده هيخلي اوباما سنتر فيرويد، وهتلاقي لاعب حد موجود يعني هيلعبه سنتر فيرويد صريح مش وهم صريح. يعني هو طريقه لعبه ما بيغيرش، ويمين وشمال وناحيه اليمين وناحيه الشمال. طيب توقعاتكم بقى نتيجه الماتش، قول لي النتيجه كده. يعني زي ما كابتن احمد قال الزمالك كعبه عالي، بس الكوره دلوقتي يا كريم ما بقتش كده. النهارده لما نيجي نبص حتى على الزمالك في اخر مباراه اللي انت بتتفرج عليها، بص امام عاشور كان دوره عامل ازاي. يعني انا كنت بتفرج على اللي انت بتعرضه ماتشات بتاعه يعني انت فاهم ازاي، من اللعيبه المهمه جدا اللي هي نادي الزمالك فقدها مع بعض اللعيبه اللي يعني. وبعد كده الزمالك النهارده بيفقد ثلاثه لعيبه مهمين جدا في ظل اللي هو السكواد بتاعه. بتتفرج كابتن احمد قلت لي بص الفرقه كانت عامله ازاي؟ الفرقه طبعا انا بوري له، بص فرقه الزمالك كانت عامله ازاي؟ طارق حامد لا، وده انت كمان النهارده كريم في ظل غياب فتوح وظل غياب زيزو، فانت زودت كمان الجزيري والونش والونش لا يعني بتكلم على ان انت النهارده اتمنى ان محمود علاء كمان ياخد يا كريم، لانه لا مساك عنده خبره وكان بيقولوا كان موجود انت فاهمني، بس لعب المباراه الوديه انا شايفه في المباراه الوديه كان موجود في السكور. مباراه السكه لعب مباراه السكه الوديه، اتمنى انه ياخد، لان محمود علاء ممكن مع طريقه لعب الراجل اللي هو عايز يبتدي من تحت ولعيبه الكوره والكلام ده كله ولاعيب عنده خبرات، اتمنى ان هو ياخد الفتره اللي جايه. مباراة صعبة بس أنا ممكن بقول تعادل. تعادل 1-0 البيراميدز. 1-0 البيراميدز. طيب الاتحاد والإسماعيلي. الاتحاد الاتحاد وسيراميكا. مباراة صعبة جدا وحلوة جدا. أول مباراة كابتن أيمن الرمادي مع سيراميكا، طموح جديد مع أول مباراة لكابتن طارق العشري مع الاتحاد. بالظبط كده. بس تحس ان كابتن طارق العشري ابن نادي الاتحاد، فتحس ان الموضوع يعني عادي. في بيته لكن طموح السيراميكا السنه اللي فاتت البدايه بدا على اعلى مستوى، كسب المصري 3-0 كانت مباراه بعد كده نتائج الفرقه كانت غريبه جدا مع انه عنده لعيبه على اعلى مستوى، اتكلم السيراميكا عنده سكواد على اعلى مستوى. بالعكس بقى اتكلم على الاتحاد، انا شايف ان الاتحاد ما عملش صفقات على المستوى اللي هو اللي يوصله يوصل الرابع او الخامس او الحاجات دي، لكن مباراه صعبه جدا. اسكندريه في اسكندريه جمهور الاتحاد انت عارف و بس السيراميكا انا بشوف كابتن ايمن رمادي بيهاجم يعني فريق هجوم بيلعب يعني زي ما شفت في ماتش المصري في كاس الرابطه في النهائي، وعمل نتيجه قويه جدا مع الزمالك في مباراه وديه 3-0 دي برده مدياله ثقه في اول مباراه للدوري. قول النتيجه مباراه كويسه الاتحاد والسيراميكا في استاد اسكندريه 0-0 0-0 بعد كل الكلام ده. ده قال لي سيراميكا وسيراميكا والاتحاد ما عملش، بس اول مباراه برضه السيراميكا كسب الزمالك اول مباراه ليها مقاييس معينه بعد كل كابتن حماده السيراميكا والاتحاد 5-5 الاتحاد هيكسب 1-0 5-5 سيراميكا والاتحاد الاتحاد يكسب 1-0 الاتحاد يكسب. طيب الفاركو وفيوتشر استاد برج العرب مباراه صعبه بس كل الماتشات قلت لي صعبه والله كريم صعبه الدوري كله صعب والله صعبه ما انت شايف البدايه عامله ازاي يعني لكن انا بكلمك ان فاركو ممكن تبقى كعبها عالي شويه على فيوتشر، انا شايف ان فاركو ممكن هي اللي تكسب 1-0 طبعا احمد مش هيقدر يقول كده ليه؟ لا عشان شغال في فيوتشر مش هيقدر يقول كده هيقول لك فيوتشر ان شاء الله باذن الله انا بقول لك لا بص فيوتشر يعني طبعا هو المفروض فيوتشر يبقى اجهز لانه لعب مباراه في افريقيا اولا اداره جديده للنادي طموحات جديده للنادي في بعض اللعيبه المهمه لكن هو عنده سكواد على اعلى مستوى من الموسم اللي فات خسارته المباراه الاولانيه في افريقيا طبعا دي هتخلي اللعيبه عندها طموح ان هي تكسب المباراه اول مباراه في الدوري وجودهم ان هو في المربع الذهبي في الدوري برضو دي بتخلي طموح انك انت على الاقل تحافظ على المركز الرابع فمباراته تبقى حلوه فاركو برضو عنده فرقه
بس غياب برضو ان هو يبيع محمود حماده من اللعيبه المهمه جدا. بس عنده رزق الحمرور وعنده شكر نجيب وعنده جاب فخري برضو ان جاب عمرو ورده كمان جاب عمرو ورده يعني عمل شويه تعقيدات كويسه في الاخر. مباراه مفتوحه مباراه ان شاء الله نشوف نتيجه. قولي نتيجه. 2-0 للفيوتشر. 2-0 للفيوتشر. انت قلت لي فاركو؟ انا قلت فاركو. فاركو يكسب؟ فاركو. وانت قلت لي فيوتشر. ماشي. خلينا نشوف كده اللي هيحصل في ماتشات بكره في بطوله الدوري الممتاز نهايه الجوله الاولى، بيراميدز والزمالك، فاركو مع فيوتشر، والاتحاد السكندري في مواجهه سيراميكا. بشكر كابتن حماده انور، بشكرك شكرا جزيلا كابتن حماده. بشكرك كريم. استمتعت معاكم جدا، كمان كابتن احمد عبد الفتاح بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وبشكر كل طاقم العمل. هنتقابل على خير ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كوره كل يوم باذن الله.